بلاي والتحق بنظيفنا اليوم الحارس الدولي السابق للنادي الافريقي خالد عزيز. راح بيك خالد، انا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. غيبه بعيد شويه على الاعلام على الميادين، ظهرت بعدنا شويه صحيح بحكم عدم تواجدي في تونس، والحمد لله معناها وانت تتيح لي الفرصه نحاول نكون متواجد. من قبل خالد اللي شو منك انت ولا شنو بالضبط؟ ولا مش شو، اما من قبل جو شير شو با باش معناها نخرج برشا في الاعلام على جو في لو بوز. كنت نمن من اللي بديت كارياري بالخدمه والعمل والجواب ديما على الميدان وكاو. معناها الحاجات الثانيه ممكن صحيح النقص في الكوميونيكاسيون، لكن نخلي ديما الميدان هو يعني الجواب، هو اللي يعطي يظهر البريزونس نتاعك. رغم اللي حتى كنا نحكيو في الوف، معناها كنت لاعب في كيب ميدياتيزي برشا، معناها كنت حارس دولي، معناها بالسيف، حتى انت ما تحبش بالسيف القضية تبدا مسلط عليك. صحيح، كنت في النادي الافريقي سيفري كيف ميدياتيزي وجماهير كبيره وقاعده جماهيريه كبيره، واحد لكن واحد يحاول كما نقولوا يظهر باش يفيد الناس ويعطي المعلومه الصحيحه، خاطر مرات ساعات تعرضت برشا حالات اللي معناها كما نقولوا تقال برشا كلام غلط ولا تقال برشا كلام ما قلتوش ولا حاجه، نولي اوبليجي باش نخرج ونوضح كهوما. باهي خلينا نبداو من الاول. خالد احكينا شويه على البدايات، كيفاش كانت انت صغير، كيفاش من الاول مخطط باش تمشي للكوره، وجدت بالصدفه ولا كيفاش بالضبط؟ من اللي صغير سيفري في الحومه ديما نشد جول. فهمت؟ دونك هذيك هي غرام معناها من قبل ديما نحب نشد جول معناها. يعني بدايتي كانت في الكرم، فهمني؟ انا اصيل منطقه الكرم، بديت في الكرم يعني مدارس واداني، وبعد الصغر مشيت للنادي الافريقي. بالمناسبه نحييهم زاد المدربين اللي في نجم حق الوادي الكرم اللي دربت عندهم، سي شاد لي، سي عبد العزيز، سي العجمي التومي، معناها تعلمنا عندهم منهم برشا، تعلمنا منهم برشا من الكوره ونحييهم وكاو. اول نهار كيفاش مشيت للكرم؟ انت مشيت تستي، مشيت تكاول، كيفاش جاتك الفكره؟ والله وقت نكاوروا في الحومه ونمشي ونلعبوا في استاد الكرم معناها، فهمني؟ وانا مغروم ديما نحبش تقول واحد هكا، وبشوي بشوي هو زاد كان خويا اكبر مني بعام مشي ترينا، وليت مشيت معاه هنا واحد قالوا لي شنو تلعب، قلت لهم جول هكا، مغروم جول من الصغر، مغروم جول قليل من سنسين الملاعبين لما اغلب الصغار يبدا يقول لك تقول ايش تحب، يقول لك اتاكون. اي اتاكون. انت ليه بالعكس جول؟ اي من قبل نحب نشد جول واحد و معناها الحمد لله بديت نترينا واحد بشوي بشوي، و معنا نتفكر العام الاخراني اداني نلعب جونيور. من الاداني في الجونيور؟ اي نلعب جونيور في الكرم وقت. انا مينيم نلعب جونيور معنا الحمد لله وقت معنا القامه نتاعي طويله واحد نجم نقول العام انا بارز من الصغر من اول ما بديت الحمد لله. هي اما كل العامين الاولانيين هذوكم في المدارس واحد هذوكم عاونوني برشا معنا في الخدمه في التمارين في فهمت. بعد كيف جات المشي للكلوب؟ بعد المدرب نتاعنا سي عبد العزيز عبيد هذا نحييه بالمناسبه، هو اللي وقت مشى يدرب في النادي الافريقي ولا هزك معاه؟ هز معاه، اقترح عليا وهزني النادي الافريقي. الكرام ما كبشوش فيك حاجه؟ لا مش ما كبشوش، اكيد يحبوا يظنوا حقهم. واحد وقتها وصارت كما نقولوا ميتاسيون مع لاعبي اخر كان في الافريقي وهو اصيل من منطقه الكرم، بدلت انا وياه عملنا كيلي شونج معناها واحد باش نجمت نمشي معناها. فهمتك. فهمني. باهي كيفاش كانت الامور في الكلوب؟ مشيت كادي انت ولا؟ مشيت اداني بريمير اني كادي وقتها. فهمني؟ بريمير اني كادي وقتها بدينا العام الاول وقتها الكادي عامين، فهمني؟ من العام الاول هكا بديت المنافسه مع خالد فاضل. مش نجيك لها بعض. من صغار انت وخالد؟ من وقتها مع بعضنا. مش كان في السينيور؟ لا من وقتها. وزيد وقتها بالمناسبه العام هذاك نقلت لسي سبورتيف. باهي. فهمني؟ كنت نقرا في كارتاج حنا بال ونقلت وليت نقرا في لسي سبورتيف. فهمني؟ وليت اكثر معناها ريتم دونترينمون اكثر، فهمني؟ خاطر نترناو اكثر في لسي سبورتيف، فهمني؟ هكا بديت من وقتها، بديت وجات الكيب ناسيونال، جات الكيب ريجيونال، وبعد الكيب الامور مشات كما يلزم في لي جون في الكلوب. الحمد لله وقتها 93 عملنا كاس العالم، احنا برشا ناس تنساها. باش نجيك لي هاي. اي عملنا كاس العالم راه. قبل كاس العالم في ليكيب معناها مشات الامور كما يلزم. الحمد لله وقتها كانت منافسه شريفه بيني وبين خالد فاضل، مره نلعبوا ميتون، مره نلعبوا ماتش، كل مره كيفاش. فهمتك. تيلمون نيفو متقارب بينكم. اي مع بعضنا.
بيك حكيت على كاس العالم. منتخب لصغر وقت رشحته كاس العالم في اليابان اول مره ظهر لي. اول مره. وانت كنت كجارديان نتاع المنتخب. الحارس الاساسي. نفكر وقت لعبنا الماتش كاليفيكاسيون ضد المالي، لعبنا في لوفيدريدو نتاع ماتش الدربي. وقتها كانت فكره باهيه من الجامعه وسي جمال الدين بوعبسه وكان المدرب نتاعنا نحييه. لعبونا وقت الماتش كاليفيكاسيون لوفيدريدو نتاع الماتش الدربي على اساس فما جمهور في الملعب باش يعاوننا ويشجعنا والحمد لله ترشحنا وقتها ومشينا لليابان و93 الجينيراسيون هذيك ما وصلوش منها برشا ملاعبيه خالد. هذه شويه مروان البكري لعب في توال. لا مروان البكري اكبر مني. الجينيراسيون هذيك فيها تنقول لك فيها فيصل العرعوري، فيها حمادي بوجمعه، فيها مهدي زنيدي، فيها نجيب الجويني، هذوما فيها طارق بن شرودة. صحيح طارق بن شرودة نتاع المارس. اي طارق بن شرودة وقت روح من كوب دي موند صح سينيور. اي طلع يلعب سينيور معانا وقت فهمني. اي ديما تصير هكا هي الامور في منتخبات الشباب. اي علاش ما يوصلوش بالباهي ما كملوش في منتخب الاول. هو هذيك هي كل جينيراسيون راهو معناها مش بالضروره باش كلهم ينجحوا. راهو كي ينجحوا خمسه سته من اللاعبين سي ديجا معناها تقريبا وصلت. كان انت لعبت في منتخب الاول ولا بعد اي كان بعد انا وشكون خلف فاضل انا وخلف فاضل وشكون اخر كاو هذا المهم. اي كيف ناسيونال. اي كيفاش تعديت كوب دي موند هذيك؟ والله سيتي اكسبيرينس جديده معناها فهمني في اليابان. في اليابان وعملنا تربصات وحضرنا بالقدا وقتها اما القرعه جاتنا مع ديزيكيب صعب علينا. النتائج ما كانتش ولا بد. اي ما ربحناش تعادلنا في ماتش وخسرنا دو ماتش. اما احنا اللي خسرنا معاهم اللي هي بولونيا والشيلي خسروا دومي فينال مع غانا ونيجيريا. لعبت انت ثلاثة ماتشات؟ لعبت لي دو ماتش الاولانيين وماتش الثالث ما لعبتوش. لعبوا خالد فار. اي لعبوا خالد باهك روحت لتونس كيفاش كانت كيفاش عملت ساعة كوب دي موند راضي على روحك فيها وقتها؟ الحمد لله سافا معناها هاني قلت لك انا لي زيكيب اللي لعبنا لهم معناتها شوف النيفو نتاعهم معناها باش علاش قلت لك انا وصلوا دومي فينال وخسروا مع غانا ونيجيريا معناها باش تعرف لو نيفو نتاع البول اللي احنا طحنا فيه. فهمت هذا هو. باهي كي روحت للكلوب رجعت لجمعيتك كيفاش كان وقتها كيفاش استقبلوك كيفاش كان التعامل وقتها؟ لا وقتها كانوا فرحانين بينا واحد وقتها طلبوا منك تصح كونترا ولا ما كانش وقتها؟ لا ما كانش كونترا بطبيعتنا احنا كانت ليسانس هذيك تبدا مربوط للابد مع الكلوب نتاعك فماش حكايه عقود فهمني. طلعوك للسينيور وقتها ما قعدت شوي؟ لا وقتها احنا كديت لعدينا جونيور وكهو تعدينا جونيور وكملنا كيف ناسيونال جونيور واحد وكهو معناها فهمت. اما تحسك اللي ولات تعينهم علينا. فهمتك. ولات عينهم علينا وكل اللي يقولون شد روحكم وزيدوا يخدموا واحد راكم مقراب راكم معنا. هو قليل دو غارديان من نفس الكيب يمشيوا مع بعض المنتخب مع بعض. اي صحيح صحيح. لكن وقتها معنا عندنا سارتان نيفو معنا ماهيش معنا كما نقولوا كيكا بار مزيه كما نقولوها ولا كوميم عندنا سارتان نيفو عندنا سارتان كاليتي معنا تكنيك وفيزيك اللي خلاتنا باش نكونوا متواجدين الزوز. طلوع للسينيور كيفاش جا؟ سينيور وقتها هي فرص وكاو كما يقولوا معنا فهمني. وقتها خالد المغزاوي خرج خالد المغزاوي وقتها في البريود هذيك كل عام يمشي بري جمعيه وعاد الهمامي وقتها خرج وقعد بوبكر وقتها مازال بوبكر زيتوني وقتها 96 97 هذه نحكي لك 96 97 اللي الكلوب هز فيه كوب هذاك الفينال مع باجا بلانتيات بوبكر زيتوني يلعب وقتها وقتها احنا دوزيام وتروزيام جارديان انت وخالد فاضل. اول مره كيفاش عيطوا لك السينيور؟ بدينا من 96 احنا بدينا نترناو معاهم وقتها جاوك قال لك باش تطلع باش تطلع عملنا دوز اني جونيور وتروزيام اني هكا نترناو ونلعبوا جونيور وقتها نحاول سبوار وقتها 99 فكيت بلاستيك 99 بديت نلعب وقتها خرج بوبكر خرج بوبكر وليت انت الحارس الاساسي وليت انا وكيفاش كنت كيفاش كانت وقتها انت وخالد فاضل كيفاش عاملين؟ والله وقتها مع بعضنا احنا هو 99 للطرفه راني 99 2000 كنت منافسه مع بعضنا وكهو معناها لكن وقتها كنت باش نمشي للسي اس اس انا وقتها مش كنت باش نمشي انا مشيت انت للسي اس اس؟ اي مشيت وقتها هما بالزهر عندهم كوباراب اي مشيت انا على اساس باش نبدا باش نمشي نلعب معاهم كوبارا خلت نهار لحد في الليل مشيت من تونس على مصر بري باش تمشي معناها باش تمشي بري اي فهمت كيفاش باش تمشي بري وقتها خلت غادي للسعوديه عندهم كوبارا نصر بيدي مازال يلعب وقتها نهارتها نهار
لحد الكلوب تلعب في مع القروان في المنزه. تخسر الكلوب 3-2. وانا وقتك مشيت مازالوا ما سحوليش في العقد نتاعي. فهمتك. فهمت. قعدت غادي نهارين وروحت. علاش بطلوا الكلوب؟ بطلوا هاي بطلوا. خاطر خسروا. خالد فاضل كان يقول الكلوب. وقت الماتش هذاك لعب فيه خالد المغزاوي وقت. خالد المغزاوي. قالوا لك لا ارجع معناها. ما حبوش. قالوا لك لا. بري باش تلعب وسط البطولة العربية هذيك؟ لا 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 باش نكمل سيزون هذيك كنت انا. اه. فهمت كيفاش؟ كنت نمشي بري. تبدلت الامور رجعت معناتها الخسارة هذيك خليت تكمل في الكلوب ما تمشيش للسي اس اس. رجعوا ما صحوش هما، السي اس اس صحوا في الكونترا دو بري والكلوب مازالت ما صحتش. نهار لحد انا سافرت هما نهارتها الكلوب تلعب في المنزل. رغم اللي مشيت والامور تمت بري. مشيت في السعودية انا، نهار ثلاثة روحت. انت علاش حبيت تمشي للسي اس اس؟ حبيت نلعب انا وقتها. كان هو خالد المغزاوي وسعيد. خالد فاضل ويظهر لي وقتها تلعب معاهم فخري بن عثمان يظهر لي. فخري بن عثمان. فهمني. وفما لونترنور اكسبراي هذاك هو. روني اكسبراي. اي وقتها هو لونترنور. حكينا هكا 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 وقال لي معناها راك تيسيرا دوزيام ولا تروزيام. انا قلت له نحب نلعب راني. فهمتك. فهمني. ما يساعدنيش قلت له ماشي السي اس اس. نحب نلعب باش نتطور لازمني نلعب ما نجمش نقعد على البنك. الخساره هذيك قال لهم رجعوه. مش هو قال لهم رجعوه للدار المسؤولين. المسؤولين ولا يعني. فهمني. ما كنتش فاهم انت برشا هو. ما كنتش فاهم انت وعنده شويه تفضيل لخالد فاضل وقتها. علاش؟ يعرفها حتى خالد يعرفها. علاش؟ ما نعرفش هكاك. يحب خالد فاضل ولا يأمن أكثر بخالد فاضل؟ ما نعرفش علاش أما المهم حسيت. هو ثم نجحوا من أكثر المدربين نجحوا في الكلوب. بعد هزيت معاه كوب أنا. إي 2000 باش نجيك. إي. باهي احكي لي شوية على المنافسة مع خالد فاضل. تقريبا من اللي جون الكل مع بعضكم كيفاش كنتوا؟ المنافسة هذيك هي نخدموا على رواحنا والشوا ديما الانترنور ونحاول الانترنور باش يوفق واللي يبدا بيست دو فورم يلعب الآخر وكاهو معناها فهمت كيفاش. شكون كان أكثر يلعب منكم؟ لا لا نلعبوا بريس كيف كيف معناها كيف كيف اي مرات هي ما خاطر ما تنجمش في السينيور ما تنجمش تلعب جمعه بجمعه سي حسب لي تاد فورم قلت لي في الليجان لعبتوا حتى ميتون اي في الليجان صغار هذيك يلزم هكاك بالعكس في الليجان يلزم الناس الكل تشارك موتيفي بالطبيعه يلزم الناس الكل تشارك في السينيور كفايه تكون تلعب انت هو هو كان دوزيام تاعك هو كان من الاول باش يلعب ومن بعد كي انا رجعت واحد وبعد هو زاد صارت له مشاكل مع المسؤولين واحد والعام اللي بعده هو مشى هو للسي اس اس اي بالضبط فوالا دونك هو اختار يمشي وباش تقعد ما تكونوش نجم تقعدوا مع بعضكم زوج فرد نجم كان هما ايزون سي جيري ايزون سي نو جيري معناها علاش نو صار كيفاش ما عرفوش يجيريوكم ما عرفوش حتى معناها كيما نقولوا بسيكولوجيكمون ما عرفوش كيفاش ياترونا معناها ما عرفوش كيفاش ياخذونا باش يستنفعوا بينا اون ميم تون زوز في نفس الوقت هو مستحيل تلقى زوج من لاعبيه عندهم نفس النيفو تبدا علاقتهم به اكيد يصيروا حاجات لا الحمد لله معنا ما عندناش هكا النيه الخايبه ولا كلي نتاع واحد باش يحفر ولا ما كل واحد يذرع كي عليه فك هو كل واحد يخدم على روحه ماذا بيه كل واحد يلعب ماذا بيه كل واحد فهمت كيفاش كاس تونس 2000 ساهمت فيه ظهر لي في ضربات الجزاء نحي ضربه الجزاء وظهر لي واحده اخرى كانت احنا ربحنا دمي فينال في سوسه بلنتيات وربحنا في الفينال بلنتيات ساهمت فيه بدرجه كبيره ظهر لي كوبا هي ذاك التتويج الوحيد ليك في الكلوب وانت جارديان اساسي معناه الكوبا هذيك اي كاساسي الكوبا هذيك برك شويه ولا شويه دون لو مزور وقت الشامبيونا سيتي ديفيسيل باش تشد الشامبيونا علاش وقت الاسبيرونس مهيمنه وقتها كل شيء تراجي كان تقوى من الناس الكل وقتها مهيمنه من كل النواحي باش ما ندخلوش في ديتاي ونوليو نقولوا في تاويلات واحد والناس الكل تعرف تونس الكل تعرف اش قول انت ايوا تونس الكل تعرف معناها تاكد الكلام نتاع زياد الجزيري بيان سور بيان سور احنا وقت باش نلعبوا الدربي مثلا الجمعه الجايه الجمعه هذه يعرفوا شكون اللي عندهم دو كارتون يعطيهم تروازيام باش ما نلعبوش باش الجمعه اللي بعد ما يلعبوش يا ما خالد الترجي كانت قويه برشا وقت لا قويه كانوا في لاعبين كل تقريبا في المنتخب لا ما قلناش مش قويه لكن فما صار ديزيكيليبر فما زاد حاولوا حبوا يضعفوا النادي الفريقي وقت علاش؟ اكيد خاطر الاكثر كونكورون للترجي هو وقتها كانت ليتوال كيف ليتوال من غادي تحاول تعمل في اكيليبر ما تعرف مساله الساحل واحد ووقتها وقت بن علي واحد فما شويه ان اكيليبر صاير فهمت كيفاش دونك دهك جاء على الفريق اي ما كوميم شويه كوب برك في هذا كل ما نتصورش هذا كل من الاربيتراج شويه عملنا ليه عملت فينال وقت عملنا فينال كوب دي كوب تاع كوب دي كوب دافريك اي ما يقعدوا التتويجات هما يتقايدوا في التاريخ الفينال هذيك خسرنا وقتها خسرنا في غادي واحد شيء وخسرنا فينال مع فوزي بنزرتي وقتها عام 99 هذا اللي جاكم فيه سليب شيبوب ليله الماتش
اي هذاك هو 99. علاش جاكم وقتها؟ هما مشكل في الجاية هذيك. سرد برشا تأويلات وحده وبرشا كلام وقيل وقال ودرا شنو. من نوع شنو؟ وقتها خاطر باش نلعبوا هما باش يلعبوا قبلنا يظهر لي بجمعة وإحنا بعدهم. اي زوز فيناليات وقتها حتى راجي كان عنده فينالية راجية. فوالا. اي وظهر لي هما وقتها ما ربحوش زادة ولا كيفاش وإحنا من بعد. زوز خسرنا نحن صحيح. صحيح. شامبيونز ليغ وكوب دي كوب كانت قبل كوب دي كوب. اي. كاس الكوس هذيك فينال وبعد عملت مارتين. شنو هما التأويلات قلت لي صار وقتك بالجاية نتاعو؟ دام على اساس علاش جاي وهو كما نقول البريزيدون تاع الترجي ودرا شنو هي فهمني وكل واحد كيفاش يقراها راهو انا بالنسبة لي انا ما راهاش معناها. عملت شوية بلبلة في الوتيل. تي هذيك الكلمات وعلاش جاي وعلاش واحد وفهمت. ما صارتش حاجة تخبيه. لا لا. انا على حد علمي ما ريتش معناها. ما ربحتش دربيات زاد؟ دربيات لا ما ربحتش تعادلنا ولا خسرنا وباركونت ذلك ما عطاك ليتو ثلاثة ولا أربعة مرتين هكا. إيه فما دربي صارت فيه مشكلة وقتها يقول وقتها صار شوية تخاذل من اللاعبية فهمني في دربي من الدربيات هو الدربي هذايا هو اللي بعد الفينال. إيه علاش؟ وقتها بعد الفينال جاء دربي ديريكت وقتها. كيف فما شكون وقتها حبوا ينحيوا فوزي بن زرتي. صار تخاذل من اللاعبية باش نحيوا فوزي بن زرتي. وقتها قد إيه خسرت الكلوب؟ خسرنا أربعة. جست عاد يصير هذا في الكلوب معناها صارت. ما نجمش نقول لك شكون ولا ما تقوليش مش مشكل. ما صارت فما قداش من لاعب للاسف وقتها صارت. قداش من ملاعبي فما ملاعبيه وكا هو ما يعرفوا. لا ما تسمينيش ما قداش من ملاعبي. ما تسمينيك انا ما نعرفهمش انا بيدي راه انا وقتها كي نلعب ما فقتش بها. ما بعد وقت اللي تعمل فيدباك وتورياليز لي زاكسيون كيف صاروا والحاجات اللي صاروا تاع الماتش وتفهم اللي فما حاجات فما اسو بوان توصل الامور. علاش فوزي كان عامل مشاكل في الليكيب؟ لا بالعكس وصل بينا فينال هو يا اخي. ايمن علاش؟ ما علاش فما ناس وقتها ما تحبوش يقعدوا. صعيب في الخدمه شنو بالضبط؟ هذاك هو تبيعته فوزي الناس الكل تعرفه. هذاك هو تبيعته معناها بالعكس هو غنيور نقول فهمني. اي ما توصل تخسر دربي بربع معناها تقعد حتى معناتها فضيحه في تاريخ الجماعي. اي مالوريزمون وقتها هو بتتر نيتهم باش نخسروا كاو مش باش نخسروا بربع. فهمت كيفاش؟ الدربي ذي عام قداش؟ 99 هذاك هو وقت بعد الفينال هو. هو بعد الفينال هما خسروا قبلنا بجمعه واحنا خسرنا فينال كوب دي كوب ومن بعد جات الدربي. ولاد جمعيه هذوما؟ فما ولاد جمعيه فما مش ولاد جمعيه وكاو. معناتها واحد تربى في الكلوب يوصل يخسر ماتش بالطريقه. انا قلت لك ولات فيها حسابات خاطر حسابات على خاطر صارت مشاكل واحد وفما يلزم شكون يخلص. جست شنو ما سمح شنو تحكي بالضبط؟ ما تسميش اسامي ما نقولش شنو صار شنو ما حسابات. قلق ولا الكورون يباس با بين اللاعبيه والانترونور ولا دونك فما ناس ولات ماتش ساعدها يقعد غادي. فهمت تقول لك انا خساره في الدربي تنجم تمشيها. فهمت كيفاش؟ كيفاش تحكم عليها الباساج نتاعك في الكلوب؟ اللي من قلت لي من 99 حتى ل 2006 هكا. 2006 هو تنجم تقول من 99 ل 2004 وبعد قبل ما نحكيو على الغلطه الشهيره اللي صارت احكي لي من حتى لوقتها. الحمد لله واحد قرر جي بي فير لو ميو كو جو بو وكا معناها واحد حاول يعمل اللي عليه ناجحه متوسطه الحمد لله. سايت كانت نجم تكون مخير معناها خاطر احنا وقتها كان عندي مشكله في التسيير زاده فولو دير كيما توا صاير توا. هو شكون كان رئيس وقتها؟ برشا تعدى وقتها فايد عباس فايد كان عباس وشريف بلامين صاروا برشا جرافيات وقتها خالد صار برشا جرافيات وصارت مشاكل وقتها على حكايه الفلوس هو راهو انا مشكلتي جيت في الفتره الانتقاليه ما بين الهواة والبروفيسيوناليزم وهذيك اللي انا بيرسونالمون ضرتني مثلا خاطر انا في 28 سنه عملت كونترا باربع سنين فرضوا علي باش نعمل كونترا باربع سنين انا لاخر لحظه نلعب نهار الاحد ونهار الجمعه مازلت ما صحتش قاعد نلوج في حل كيفاش برمي كونترا يدي قلت لهم انا عمري مش 20 سنه نكلم وقتها حتى في سيسمو نتاع الجامعه هذاك ولد حمام نلف اللي هو اللي عمل سن القوانين فهمني قال لك لا برمي كونترا اربع سنين يا ودي هذيك اجعل منك يا ودي عمري 28 سنه انا ما عمريش 18 سنه طالع مش صغار باش تعمل لي برمي كونترا اربع سنين اون فان كونت جيتي اوبليجي باش نصح وقتها كونترا باربع سنين واحد. الكلوب وقتها ما كانوش فيها برشا ملاعبيه معناتها كانوا متواضع جيناسيون متواضعه شويه فما شويه مديزي موضه هي وقتها المشكله عندنا مونك دو ستابيليتي في الافكتيف وفي الواحد كل عام نبدلوا ياسر ملاعبيه جينا برشا ملاعبيه فهمني. فما شكون قال لي حتى فما شكون وصل معناتها رئيس يخدم باش فما رئيس ما رؤساء يخدم باش يعطي ترجي ماتشوات معناها مش يعطي ترجي ما صارت مشاكل سي فري يخدم يخدم هذيك وقت اللي يشد بريزيدون والاخر اللي ما يشدش يبدا يخدم ضده سي فري
صارت مشاكل سيفري، يبعث جماعه تسد في القردا، يبعث في نفس اللي صايب تاو الكلون تاع عباس وبصبيع، نفس الحاجات هذوكم. ما نعرفش عباس وبصبيع قبل الكلون هذاك هو بيدو ولا، ولكن انا في نفس المشاكل معناها، صارت نفس المشاكل سيفري. رجع بالضرر على الجو العام كما نقول. باهي، بعد شويه باش نحكيو على الماتش الشهير ضد الفتح الرباطي مع خالد عزيز. تقريبا بدلك مسيرتك الماتش هذاك خالد. ايه، نقطه تحول كما نقولوا. هو نقطه تحول على خاطر انا جيت في وقت وفي وضع مش باهي معناها. كان جيت في وضعيه اخرى كنت تعدى عادي ان برسيو معناها. باش نرجع نحكيو عليها باكثر تفاصيل بعد شويه. فاصل الاخبار وبعد راجعين كاملين حوارنا مع الحارس الدولي السابق للنادي الافريقي.